إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مدفي. هذه الأجواء التي تعيشها المدينة الجميلة المدينة الهادئة متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا فكي سبايدر مان كاين متابعينا الكرام، كذلك أحد يعني الشخصيات المشهورة بالرسوم المتحركة، وكذلك كاين جيري القط طوم متابعينا الكرام. إذا الأجواء جميلة، أجواء رائعة تشهدها مدينة مرتيل خلال هذه الفترة من مساء يومه الاثنين. نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. إذن على بركة الله متابعينا الكرام ننطلق خلال هذه الجولة الليلية هنا بكورنيش مدينة مرتين. شوفوا كيف هي الأجواء، شوفوا شنو واقع بكورنيش مدينة مرتين، وطبيعة الحال فالسؤال ديالنا واش مدينة مرتين خلال هذه السنة غادي تجاوز مليون سائح أو مليون زائر متابعينا الكرام. يعني معروف على مدينة مرتين أنها خلال المواسم الماضية فهي تجاوزت مليون زائر، وهذا العام غادي نشوفوها واش قادرة أنها تجاوز هاد مليون زائر أم لا متابعينا الكرام. الإشارة متسبق قناة شوف تبي قناة الشعب، السلطات المنتخبة والمحلية وكذلك عناصر القوات المساعدة وكذلك الشرطة، فهما قايمين بواحد الدور اللي هو كبير متابعينا الكرام خدمة لساكنة مدينة مرتين ولكل الزوار والمصطفين اللي غادي يقصدوا المدينة. لكن بالنسبة للسلطات المنتخبة فلا زالت ساكنة مدينة مرتين وكذلك الزوار كينتظروا الخدمة متابعينا الكرام ديال المرافق العمومية المتمثلة خصوصا في المراحد وكذلك الرشاشات، لأن الخدمة كتدخل في الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية حسب القانون التنظيمي 113/14. نتمنوا ان شاء الله ان هذا المطلب ان هذه تفاعل معه الجماعه في اقرب وقت، لاننا سبقنا اننا درنا روبورتاج ونقلنا المعاناه ديال الزوار وديال المصطفين وديال ساكنه مرتين مع غياب خدمه المراحيض العموميه متابعينا الكرام. اذا المتسبق قناه شوف تبي قناه الشعب، هذه الاجواء وهكذا تعيش مدينه مرتين خلال هذه الفتره من مساء يومه الاثنين. كما كتشاهدوا في الكورنيش كاين شويه فيه ديال الحركيه، كاين الناس يعني ماشي ديك الحركيه اللي كانت سابقا، يعني اللي كتشاهدها يعني اللي كتكون المدينه في الاوج ديال كتكون عامره طبيعه الحال، فالناس مازال كيتوافدوا، مازال الناس باغيين انهم متابعينا الكرام غادي ياخذوا العطله ديالهم خلال فتره الصيف خصوصا شهر 8 متابعينا الكرام، فغادي يكون الكورنيش عامر وغادي تكون المدينه عامره بزاف متابعينا. نبقاو معنا متتبع قناه شوف تبي قناه الشعب، نشوفوا شنو وقع هنا بكورنيش مدينه مرتين اللي كتعتبر يعني من اجمل الكورنيشات اللي كاينه في المغرب. والاشاره فكورنيش مدينه مرتين ففيه اكثر من 3 ديال الكيلومترات كلها كورنيش مجهز كما كتشوفوا معنا من خلال الصور التي تأتيكم على المباشر، وكيتبدأ من نقطة تفريغ الأسماك على مستوى شاطئ الديزة حتى متابعينا الكرام حدود الواد المالح وصولا إلى القنطرة الفاصلة بين الشاطئ أو مدينة مرتيل وشاطئ كابونيغرو أو الرأس الأسود. المتابعين الكرام متابعي قناة شوف تبي هذه الأجواء وهكذا تعيش مدينة مرتين خلال هذه الفترة من مساء يومه الاثنين. كما قلنا فالمدينة بقى ما عمرتش بزاف، غادي نشوفوا شنو واقع في آخر الكورنيش على مستوى ملتقى الأسر، واش كاين نفس الحركيه اللي كاينه هنايا ولا كاين اكثر. متابعينا الكرام فبقاو معنا من خلال هذا البث المباشر.
اسمح لي. لا ما نطلب لك. انا الوقت إذن كما قلنا متابعينا الكرام، فهنا كتبان شوية كاينة الحركية أكثر مقارنة بآخر الكورنيش، فكاين شوية ديال الناس اللي متابعينا الكرام اللي كيدورو كما كتشاهدوا معنا من خلال الصور التي تأتيكم على المباشر. السؤال ديالنا متابعينا الكرام، في النظر ديالكم واش مدينة مرتيل غادي تجاوز مليون سائح او زائر او لا؟ عبد الرزاق الشرادي، ترقيس كتامة، كل التحية والتقدير لناس ترقيس وناس كتامة متابعينا الكرام. وصراحة ترقيس وكتامة عندهم واحد الطبيعة، خصوصا الغابة، يعني خصوصا اشجار الارز، وكذلك واحد النوع ديال تشامبينيو. فنتمنوا ان شاء الله ان الناس ديال ترقيس وكتامة انهم يحافظوا على الغابات ديالهم ويحافظوا على الشجره ديال الارز، ونتمنوا ان شاء الله ان النزيف ديال اغتصاب الغابات والقطع ديال انه يتوقف متابعينا الكرام. وطبيعة الحال فانا كنهضر على هذا الموضوع، واكيد بان الناس ديال ترقيس وكتامة عارفين الموضوع اللي كنتكلم عليه. إذا متتبع قناة شوف تبي قناة الشعب، هذه الأجواء وهكذا هي مدينة مرتيل خلال هذه الفترة من مساء يومه الاثنين. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. وكريك عبد السلام، شي دورة على مطعم خاي أحمد مرة أخرى إن شاء الله نديروه سي عبد السلام، ان شاء الله نعملوا شي دوره على مستوى مطعم خاي حمد وكذلك النرجس وجميع المطاعم اللي مشهوره هنا في مدينه مرتيل. متابعينا الكرام، اليوم عندنا غادي نحاولوا نزوروا الكورنيش ديال المدينه، ومره اخرى ان شاء الله نديروا شي مباشر على المطاعم اللي موجوده في مدينه مرتيل والرواج اللي كاين عليها. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، لازلنا ننتظر التفاعل ديالكم مع هذا المباشر. والسؤال ديالنا، واش مدينة مرتيل قادرة أنها تتجاوز مليون سائح خلال هذا الموسم الصيفي 2023؟ عبد السلام تحياتي لك، تحية متبادلة لك، لك أخي عبد السلام ولكل متتبعي قناة شفت بقناة الشعب. الأجواء كما كتشاهدوا فهي جميلة جدا متابعينا الكرام، حتى الهواء فهو بارد، يعني ماشي داك الهواء سخون،
يعني هو فهو منعش هنا بمدينة مرسين متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شفت بقناة الشعب، نتمنى أننا نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سميرة سير القوية، القوية تقريبا هنا يا بغارطة. يا قوية احنا كنا غادي نختمو، ولكن تلبية الطلب احدى متابعينا متتبعاتنا سميرة، غادي نحاولوا اننا ننقلوا لها الاجواء على مستوى مقهى قوية. هذه هي مقهى قوية، وهذه هي الاجواء على مستوى مقهى قوية. وكما قلنا فهنا الاجواء فهي غير عاديه، الكورنيش وهو ممتلئ عن اخره مقارنه يعني باخر الكورنيش اللي كنا فيه، لكن الالعاب بزاف ديال الاطفال الصغار. كاين الناس يعني كينقشوا الحنة. الأطفال ديال الألعاب ديال الأطفال الصغار. إذا المتابعين الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.